في لعبة كرة السلة المرمى يتكون من مستطيل خشبي وفي الوسط حلقة، بس ما نشوف سلة، فليش سموها اللعبة كرة السلة؟ لأن إذا رمينا الكرة نفس ما نرمي أي شيء في السلة، لأن الهدف يشبه السلة. علشان نعرف لازم نرجع إلى بداية ابتكار اللعبة. في سنة 1891 حاول رجل كندي اسمه جيمس نايسميث يكتشف لعبة جديدة تثير اهتمام طلبة كلية من الكليات الأمريكية. قام ووحد بين لعبة هندية من ألعاب الهنود الحمر تعتمد على شبكة وعصا طويلة ولعبة كرة القدم. وبدال ما يستعمل العصا أو يشوت الكرة، خلى الكرة تنتقل باليد من لاعب إلى لاعب، أو يرميها لاعب صوب الهدف. والهدف أو المرمى في البداية كان مجرد صندوق بسيط، وبعد فترة قليلة استخدموا سلة بدال الصندوق. كانت اللعبة جديدة وغريبة، واحتاروا في اختيار اسم لها. أخيرا واحد من التلاميذ اللاعبين قال: إحنا عندنا كرة وعندنا سلة، فليش ما نسميها كرة السلة؟ واستمرت التسمية حتى لما استخدموا الحلقة اللي نعرفها الحين. تتميز الفراشات بالألوان الجميلة والأشكال البديعة، وهالبريق والجمال ناتج من أجنحتها. الأجنحة تتكون من قشور مركبة فوق بعضها، وهالقشور هي اللي تعطي الألوان الجميلة. ولو ضغطنا على الجناح تتفتت الألوان وما يبقى من الجناح إلا مسحوق دقيق يظل لاصق في الأصابع. والقشور تتميز بقدرة على كسر الأشعة الضوئية. بعض الفراشات ما تقدر تطير إلا تحت أشعة الشمس، ودائما تتجنب مناطق الظل. هناك نوع من الفراشات ما تقدر تطير إلا لما تقوم بالتمارين الرياضية، يعني تسخن. اي، مثل ما يسوون اللاعبين قبل لا يدخلون الملعب. وليش هالتمارين؟ لأنها بهالوسيلة فقط ترفع درجة حرارتها وتحول المخزون من الطاقة. الفراشات عندها قدرة عجيبة على التنكر والتكيف مع البيئة. لما تحس بالخطر تلصق نفسها بفرع الشجرة وترفع أجنحتها وتختفي عن العدو. شلون تختفي؟ هي عندها قدرة تخفي ألوانها وتقلد ورق الشجر، واللي تشوفها يظنها إنها ورقة جافة لاصقة بالشجرة. يا شباب شلونكم؟ الحمد لله سلام. الله 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 الله، من وين لك هالجينز هالحلو ذي؟ هاي بنطلوني ساب. يا يبقى أدري إن بنطلونك. من وين شاري؟ من السوق. بكم؟ 16 دينار. شنو يعني 16 دينار؟ خير يا طير، لكن صراحة يسوى. زين أعطيك بيزات تشتري لي مثله؟ يصير خير ساب. ها على فكرة، تعرفون متى بدأوا يلبسون الجينز؟ لا. هذا الله يسلمك، في سنة 1850 كانوا الناس في كاليفورنيا يبحثون عن الذهب، وفي نفس الوقت كانوا محتاجين نوع من البنطلون متين ومناسب للظروف الصعبة اللي يعيشونها في الجبال والأنهار. واحد أمريكي كان اسمه أوسكار ستراوس قدم لهم بنطلون صممه من قماش أزرق كانوا يستعملونه في صنع الخيام. وليش يسمونه جينز؟ هذا الله يسلمك الاسم محرف من كلمة جنويز نسبة إلى مدينة جنوة في إيطاليا، وكانت مشهورة بصنع قماش متين حق البحارة يسمونه جنويز. زين تدري انت اشتري لي ها، وانا بعطيك البيزات بعدين. اوكي يصير خير، يلا في امان الله. احنا تقريبا نعرف معلومات عن الارض وتكوينها وتضاريسها، وعندنا معلومات كافية عن كوكب الارض، لكن الشبه القديمة ما كان عندهم نفس المعلومات، كانوا يتخيلون ويفسرون بطريقتهم الخاصة. ممكن تعطينا أمثلة؟ السومريين مثلا اللي عاشوا في العراق كان اسمها بلاد ما بين النهرين، كانوا يعتقدون أن الأرض هضبة فوقها قبة سماوية
مرتكزة على جدار مرتفع. والبابليين كان عندهم اعتقاد مختلف. كانوا يعتقدون أن كوكب الأرض أجوف وأن المحيط هو اللي يسند الأرض. والفراعنة اعتقدوا أن الأرض عبارة عن مستطيل يخترقه نهر النيل في الوسط، وأن السماء تتركز على جبال في أركان الكون الأربعة. والصينيين اعتقدوا أن الكون عبارة عن بيضة في داخلها الأرض وقشرتها تمثل السماء.
طبعه يطز عيونه. لا 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 تجفن، لا 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 تجفن، لا تجفن لا 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 تجفن. ان كان عندك نتفة مفن اتحفى لي مرة اتدفن. لا 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 تجفن، لا 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 تجفن، لا تجفن لا 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 تجفن. كل من يشرب سم ما الذي يجري هنا؟ سمعتك تكلم الثعبان. لك ترتجف، هل أنت خائف؟ أخبرني، ما الذي يحدث هنا؟ تعال معي، ها؟ تعال. اجلس هنا. إني سعيد لأنك أصلحت الطائرة. كيف عرفت؟ سوف تعود إلى بلادك. ولكن كيف عرفت أني أصلحت الطائرة؟ أنا أيضاً سوف أعود إلى بلادي. هي أبعد من بلادك، والوصول إليها أصعب. إن شيئا غير عاديا قد حدث هنا، لماذا لا تخبرني؟ دعني أساعدك، أشعر وكأنك تسير نحو الهاوية ولا أستطيع أن أمنعك. لدي الخروف والصندوق والحجام. كنت خائفا قبل قليل، ما السبب؟ سأخاف أكثر هذا المساء.
ولماذا هذا المساء؟ سأعود إلى بلادي. لا، هناك شيء آخر. صدقني، لن أحتمل فكرة أن تغيب عني. الثعلب كان محقا. سأفتقدك كثيرا. في هذه الليلة عام كامل يمر على وجودي على الأرض. إن نجمتي ستكون في أعلى المنطقة التي هبطت فيها قبل عام. إن قصة الثعبان والموعد والنجمة هي مجرد حلم أو كابوس ثقيل، أليس كذلك؟ ما هو مهم لا تراه العين. إذا أحببت وردة موجودة في إحدى النجوم فسوف تنظر إلى السماء في الليل وترى جميع النجوم وردة كأنها تزهر لأجلك. هذا صحيح. لا أستطيع أن أريك نجمتي لأنها صغيرة جدا في بلادي. هذا أفضل، لأن نجمتي ستكون بالنسبة لك واحدة من تلك النجوم، وهكذا ستحب النظر إلى جميع النجوم وتصبح كل واحدة صديقتك. الناس ينظرون إلى النجوم من زوايا مختلفة، لهذا هي صامتة. أما أنت فسيكون لديك نجوم تعرف أن تضحك. كيف ذلك؟ بما أنني سأسكن في واحدة من هذه النجوم، لأنني سأضحك في واحدة منها فستحسب أن النجوم كلها تضحك. الماء هنا كالموسيقى، إنه عذب جدا. لنذهب إلى الطائرة، سأخذك لأي مكان تريده. لا، اذهب أنت. لا، لن أذهب وحدي. في هذه الليلة لا أريدك أن تراني. لن أدعك تغيب عن بصري. هذه الليلة سوف أتألم، وربما تظهر علي علامات الموت. هذا ما سيحدث، فلا تأتي لتراني. لا، لن أدعك أبداً.